السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عندنا لقاء جديد اليوم، وهي طابعة جتنا مثل ما معروف، هاي طابعة الزيروكس 3025. مشكلتها انه تطبق الكاغد، يعني بعد ما يطلع من الفرن الكاغد يتطبق. هسه خلينا نشوف شلون يتطبق الكاغد. يصير بهاي الطريقة مثل ما شايفين. احنا شو راح نسوي؟ يعني هواي اكو اسباب واحتمالات، لكن السبب الرئيسي والاحتمال الوحيد هاي الحالة هو هاي الرولات. هاي الرولات بيها مشكلة. احنا تقريبا يعني عدة اختبارات سويت الورق، فاكتشفت انه هاي الرولة بيها مشكلة كبيرة، مثل ما يقول تمنع الورق منها، الورق يضرب بها ويوقف الورق ويتطبق. المهم فاني سويت بصراحة، يعني حبيت اشوفكم عن الأورنيك المثال مال الورقة، لاني بصراحة صلحتها وكملتها، يعني سويت هذا وبدأت يعني استخرج الورق، ورق اطبع ورق ورق يطلع. المشكلة كلها بهاي الرولة. هاي الرولة جواها سبرينج، راح اشوفكم السبرينجات. هاي الرولات صار جواها سبرينج، يمكن ما مبين السبرينج، بس المهم خلوني شوية لحظة، خليني افتح نفتح هذا اللايت ان شاء الله. ها هسه مبين واضح، يمكن عندكم هذا السبرينج. شوفوا جو الرولة بالضبط، هذا السبرينج جو الرولة. المشكلة انه اكو تمام، بغيت اثبت اللايت. المهم هذا السبرينج، شوفونه هذا السبرينج موجود وهذا السبرينج موجود، تلاحظونه. واذا مبين عندكم هذا السبرينج هم، يعني خلنا شوي نسوي له السبرينج تقريبا. هذا السبرينج هم اكو واحد سبرينج شوف مبين. اما هذا السبرينج قلت لكم انا حددت المشكله هنا، هذا السبرينج ماكو، تلاحظونه ما موجود. ليش؟ لان اني شلعته من مكانه. شوفوا هياته، هذا سبرينج ماكو، تلاحظون زين ماكو سبرينج، مجرد انه سبرينج ماكو. السبرينج وانا السبرينج هذا اني شلعته منه وشمرته. ليش؟ حتى هذه الرولة اذا تلاحظون منها صار فراغ، شوفونا صار فراغ بيناتهم، وهنا فراغ ماكو، لازقة مع بعض. شوف حتى تلاحظ شيء، اذا تلاحظ انه بيها حركة، اما هذه ما بيها حركة، ما بيها حركة مع السبرينج. زين، فلذلك أنا شلت هذا السبرينج. طبعا اللي ما يعرف السبرينج، يعني العراقيين يقولون سبرينج بس بغير مكان، يعني باللغة العربية النابض الحلزوني، المهم معروف عند الكل. هذا شلته فنزلت هذه الرولة، شوفوا نزلت مسافة، صارت فرق، تلاحظون حتى الكاغد بعد هسه قام من يجي الورقة تجي تضرب هنا كانت وتطبق، شفتوها تضرب كانت هنا وتطبق. هسه الورقة تجي هذا منها مفتوح هسه، يعني ماكو شيء يوقفها. زين، وراح اضرب لكم مثال، يعني راح احط بالكم في صحيفة وراح تشوفون شلون بطلت تطبق. نروح على الانفورميشن على الطابعة ونطلع ال يعني ماكينة دورمو، ناخذ من معلومات، نروح على يابلندرما وندوس على يابلندرما ونقول له ابت، يعني نعم راح تطلع الورقة. الورقة طلعت الورقة كاملة مكملة مثل ما تشوفون، ورقة سليمة ما بها أي مشاكل. زين، راح اسوي لكم ورقة ثانية على اللايت همين حتى نشوف هي وتطلع شلون صارت. شوف، وسلامتكم، واتمنى لكم ان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، واهلا وسهلا بكم.